اكيد مسلم كابايرو، ولما كانش كابايرو ما غاديش يدير اغنيه كابايرو وما غاديش يدير براند كابايرو. هو فارس، هو طيب، هو زوج يعني بكل معنى الكلمه، اب بكل معنى الكلمه، اخ بكل معنى الكلمه، ابن بار بكل معنى الكلمه، كيشتغل على نفسه يوميا، كيشتغل على يعني جار طيب، مواطن طيب مع كل الناس وكل الطبقات وكل الفئات، من الناس اللي يجلس مع الساس وياكل مع طريفة الخبز وهو فرحان وما قدته هذيك الفرحة. بالعكس ولد الشعب، ولد ماشي حيت الزوج ديالي يعني بكل أمانة، شخص اللي هو بدا من والو، مكافح، مثابر، حنون، طيب، وكيخدم فريمون كيخدم. أنا عارفة شنو كنقول، بحال بزاف بزاف ديال المغاربة، وكنظن يعني اسم على مسمى بالفعل كبير. السلام عليكم، مرحبا بكم. بعدا اول حاجه، هذا البروجي ديال كابايرو هو واحد الحلم عندي قديم، الحمد لله اليوم الولاده ديالو. هذا اول محل ان شاء الله في طنجه ديال كابايرو، باقي غيكونوا ان شاء الله في مدن اخرى في المغرب. هاد لامارك ديال كابايرو بغيت نعمل واحد لامارك ديال الحوايج اللي فلاكام، ديال الحوايج اللي كنلبس انا، حيت بزاف ديال لي فان ديالي كيقولوا لي كيعجبنا الستيل اللي كتلبس، وهادي بغيت نعمل شي حاجه ديالي انا كيف ما غنلبسها انا يلبسوها حتى هما. والسميه ديال كابايرو بغيت نعطيها واحد السميه لهاد لامارك، السميه اللي غتعلي باللي لابس لامارك، فهمتيني؟ لان الحمد لله تنبغي يكون واحد الميساج بوزيتيف تحفيزي للشباب، أن كل واحد يكون كابايرو في المجال ديالو. السلام عليكم، مرحبا بكم. بعدا أول حاجة، هذا البروجي ديال كابايرو هو واحد الحلم عندي قديم، الحمد لله اليوم الولادة ديالو. هذا أول محل إن شاء الله في طنجة ديال كابايرو، باقي غيكونوا إن شاء الله في مدن اخرى في المغرب. هاد لامارك ديال كابايرو بغيت نعمل واحد لامارك ديال الحوايج اللي فلاكام، ديال الحوايج اللي كنلبس انا، حيت بزاف ديال لي فان ديالي كيقولوا لي كيعجبنا الستيل اللي كتلبس، وهادي بغيت نعمل شي حاجه ديالي انا كيف ما غنلبسها انا يلبسوها حتى هما. والسميه ديال كابايرو بغيت نعطيها واحد السميه لهاد لامارك، السميه اللي غتعلي باللي لابس لامارك، فهمتيني؟ لان الحمد لله تنبغي يكون واحد الميساج بوزيتيف تحفيزي للشباب، أن كل واحد يكون كابايرو في المجال دياله.